هذا وأعلنت وزارة الصحة أن مجموع من تلقوا التطعيم في مملكة البحرين قد بلغ 252,990 شخصا حتى مساء أمس الثلاثاء. وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لذات اليوم، تبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ 2044 حالة تطعيم. وكان الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا قد دعا الجميع للتسجيل لأخذ اللقاح باعتباره حماية لكافة أفراد المجتمع من الفيروس. في ذات السياق، تؤكد وزارة الصحة استمرار الحملة الوطنية للتطعيم بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.